اتصدرت قضية سفاح التجمع الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما قامت الشرطة بالقبض على المتهم وهو عمره 37 سنة وهو مصري وبيحمل الجنسية الأمريكية، وكان عايش لفترة بره مصر. وعلى حسب التحقيقات هو شخص غني وعايش في كومباوند راقي في التجمع. أغرب حاجة كشفت عنها التحقيقات مع المتهم لحد دلوقتي كانت اعترافاته، واللي قال فيها أنه مش فاكر بالظبط عدد الضحايا اللي قتلهم، ولكنه أكد أن هم أكتر من 3 سيدات اللي عثر على جثثهم. وكان اللافت للنظر في القضية الطريقة اللي الشخص ده كان بيتعرف بيها على الضحايا، واللي كانت بتتم عن طريق تطبيقات التعارف المختلفة. والحقيقة أنه التطبيقات دي بقت منتشرة جدا بين الشباب حاليا، على الرغم من أنها بتمثل خطورة كبيرة، وخصوصا أنك بتتعرف على أشخاص مجهولين تماما وما تعرفش أي شيء عنهم، إلا أنه برضو بنشوف شباب وبنات كتير بيستخدموها. ولأن الموضوع خطير فعلا، هيكون معانا على الزوم المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات. إزاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك خطوره تطبيقات التعارف المختلفه. طيب، اولا الموضوع ده طالع جديد جدا ومنتشر بين الاطفال والكبار والفئه الشبابيه في السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا، بسبب قوه الاعلانات المموله اللي موجوده داخل المنصات دي. يعني الشركه اللي عامله تطبيق تعارف، احنا دلوقتي بنشرح يا جماعه بدايه انتشار التطبيقات دي وازاي انتشرت في مصر بشكل سريع كده. اولا قوه الاعلانات المموله اللي موجوده داخل الاعلانات دي مكونه من ضخم مبلغ مالي ضخم كبير جدا تم انتشاره على السوشيال ميديا عن طريق الاعلانات المموله لانتشار التطبيقات دي، وكمان انتشر عن طريق البلوجرز اللي بياخدوا فلوس من الشركات دي وبيعلنوا لهم على الموضوع ده، بحيث ان هم مش عارفين مدى خطوره الموضوع قد ايه، فبالتالي الموضوع بينتشر بشكل كبير جدا. ودور البلوجرز هنا او المشاهير ان هم بيدوا ثقه اكتر للتطبيقات دي، فطبعا داخل التطبيقات دي بيبقى في شخص بيكلم شخص، فالمحادثه بينهم ما بتكونش مشهوره، فبالتالي بيتم اقناع بعض على المقابله، وبعد المقابله التطبيق هو بيتحمل مسؤوليه كل ما يمكن، لان هو السبب في تعارف الشخصين دول. ففي شخص داخل باكونتات ما نعرفش هو مريض نفسي او غيره زي سفاح التجمع وغيره، وكمان في ناس برضو منتشره في الالعاب الالكترونيه مش بس تطبيقات التعارف. انا حبيت اوضح النقطه دي عشان الاهالي في البيوت تاخد بالها جدا من اولادها في البيت على الالعاب الاونلاين، لانه منتشر جدا يا جماعه ناس كبيره في السن عاملين اكونت على اساس ان هم زي اولادكم وقد اولادكم في الاعمار، وبيستدرجوا الاولاد لدخول الجروبات. فالنقطه هنا برضو مش في تطبيقات التعارف، تطبيقات التعارف بتشكل ضرر عليك من ناحيه حاجتين. اول حاجه ان التطبيق بينزل على موبايلك ما تعرفش ايه مين اللي مصنعه ومين الشركه اللي مصنعاه، فده الخطر منه ان هو ممكن ياخد اذونات على موبايلك، وبياخد اذونات على الصوت والصوره، فبالتالي بيحصل مراقبه غير مباشره. صح. يعني موبايلك بيكون متراقب بطريقه غير مباشره بسبب الاذونات اللي موجوده بينك وبين التطبيق. تاني خطر بيشكلوا التطبيقات دي ان هم بيوصلوك بناس ما تعرفش تاريخهم ايه، ما تعرفش ايه، بيوصلوك بصوره معينه، حتى الصوره دي بيتم فبركتها، ممكن يكون الشخص ده اصلا حاطط صوره شخص تاني. صح. وسيم عنه وبيتكلم عنه لحد ما يستدرج البنت دي بالمكان المعين، ودي تقريبا بنسبه كبيره جدا الطريقه اللي عملها سفاح التجمع، انه ممكن يكون حاطط صور ناس تانيه وبيستدرج البنت بطريقه معينه لحد ما يوصلها البيت الفلاني يقوم واخدها مبنجها وعامل مشاكل كتيرة زي ما حصل. طبعا. والله يحفظ الجميع. أمين طبعا يا رب. ونقطة ثانية معلش حضرتك انوه عليها ضروري، انه من ناحية التطبيقات برضو مش بس التطبيقات هي اللي بتعمل كده. انا عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا بصفتي خبير امن وتكنولوجيا معلومات، احنا بنشوف العجب على السوشيال ميديا بسبب الجروبات المنتشرة بتاعت التعارف، ولكن التعارف من السوشيال ميديا خطر كبير، لان السوشيال ميديا عمرها ما توصل مشاعر، عمرها ما توصل الاصول، عمرها ما توصل حاجات كتيره جدا. وطبعا انت بتشكل يعني مجرد دخولك على المواقع والحاجات دي بتبقى تحت تهديد الخطر بشكل كبير جدا بسبب مفهوم اسمه الهندسه الاجتماعيه. المفهوم ده انا يعني خدت سنين فيه ودرسته في الجامعه وبعد الجامعه، لان مفهوم الهندسه الاجتماعيه ده مهم جدا في استدراج الناس بطريقه غير مباشره وباهوائهم. يعني مثلا انت عايز تتعرف على بنت، فخش على التطبيق ده عن طريق الفيديو اللي انت شفته ده هتلاقي بنات كتيره زيها جوه.
فيقوم داخل، والعكس صحيح. انا لو سالت حضرتك يا استاذه ريهام ايه اكتر فئه بيتم ابتزازها الكترونيا، حضرتك هتجاوبي هتقولي ايه؟ انت والمشاهدين. مش عارفة بصراحة. لا، هو اكتر فئه الناس دايما يعني بتقولي ان هي بيتم شباب تحديدها أكيد، الكترونيا البنات، بالظبط كده. أنا لكن قلت انا الشباب عامة. بحكم لا، الاكتر فئه بتبتز الكترونيا هم الرجاله مش البنات بس. الرجاله ازاي الراجل بيبتز الكترونيا؟ ان هو بيمشي ورا اهوائه وبيدخل يكلم الاكونت اللي هو عليه صوره البنت اللي مسروقه من الجروبات، وهو اصلا مش بنت اللي عاملاه الاكونت، وبيتم استدراجه لحد ما يعمل مكالمه فيديو كول بينهم وبين بعض، وياخد الفيديو اللي صوره بشكل غير لائق ويتم تهديده الكترونيا بيه. والحالات دي بتمر عليها كتير جدا الحمد لله، وبشكر وزاره الداخليه مباحث الانترنت رقمهم 108 على جهودهم الفعاله في حلول المشاكل اللي زي دي. فطبعا النقطه دي مهمه جدا، والكلام كله جاب بعضه بسبب ان كل دي مشاكل بتحصل عن طريق بس تحميلك للتطبيق. فخد بالك عشان خاطر بنتك او ابنك او انت او زوجتك او ايا كان ايه اللي بيحصل، ما يكونوش ضحيه تحت التطبيقات دي. ولادنا وهم قاعدين على الايباد او على الموبايل بيلعبوا جيمز، بيطلع لهم اعلانات، الاعلانات دي بيكون عن التطبيقات التعارف، هل في طريقة نعملها ان احنا نوقف بيها الاعلانات دي؟ ايوه، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هنجاوب الموضوع ده من ناحيتين. اوكي اول ناحيه ان احنا لو مسكنا الموبايل كده هنلاقي ان النوتيفيكيشن ظهر في شريط الاشعارات كتير قوي، اعلانات غير لائقه، اعلانات مش كويسه، اعلانات تحميل مثلا موبايلك في خطر والكلام ده، وبمجرد دوستك على الاعلان ده ممكن ينزل تطبيق يوديك لحته تانيه خالص تسرب بياناتك. فعشان نعالج الموضوع ده خلي الناس تعمل معايا خطوات معينه عشان نلغي الاعلانات دي دايما من الموبايل بتاعك وما تجيش دايما بشكل مباشر، ودايما تعمل الموضوع ده كل اسبوع. اول حاجه هتدخل على المتصفح الرئيسي بتاعك، وبعد كده هتلاقي ان هو جوجل كروم اصلا بيبقى في اغلب موبايلات الاندرويد، هنبدا بالاندرويد دلوقتي، وبعد كده هتلاقي الثلاث نقاط اللي موجوده فوق على اليمين او على الشمال، ثلاث نقاط كده ثلاث شرطات، هتدخل عليها وبعد كده هتلاقي كلمه مكتوبه اسمها هيستوري او سجل البحث. هندوس على الهيستوري او سجل البحث دي، وبعد كده هتلاقي كلمه فوق مكتوبه كلير منذ البدايه او اول تايم كلير، هتمسح كل سجل البحث اللي موجود وكده الاعلانات كلها هتتشال، وموبايلك هتحس انه خفيف، وطبعا محدش يمشي ورا اغراءات الاعلانات دي سواء خصومات عروض الجمعات والكلام ده. طبعا للشق الثاني بقى اللي هو الالعاب مع الاطفال، انا عايز اقول لكم ان اكبر مشاكل الالعاب، اكبر المشاكل بتيجي من الالعاب بسبب ان مظبوط الالعاب بتتغذى وبتربح على الاعلانات اللي موجوده داخلها. صح، فبالتالي ده اللي بيحصل دايما من ناحيه الالعاب، وده اللي بيحصل دايما من كده. فعشان لو لقيتوا لعبه مليانه اعلانات من دي كتير امسحوها فورا، لان في العاب كويسه بتعلم اولادكم البرمجه زي سكراتش جي ار، بتخليهم على المسار التقني، وطبعا ده المستقبل، واحنا 60% من اطفالنا هيشتغلوا شغلانات غير معروفه لو حددنا لهم المسار التقني الصحيح. مفهوم. المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، بشكر حضرتك جدا على كل المعلومات اللي اديتها لنا.